anyways في موضوع ثاني. One of the bloggers شخصيا أنا وايد أحبه وشودمها وايد خفيف وأتابعها, قالت في فيديو على سناب شات إنه ما في ولا بلوجر كويتية أصل وفصل, وأنا الوحيدة اللي بطنها ظهرها فخذها ما أدري إيش قالت, خارج السور داخل السور, وإنه ما في ولا بلوجر أصل وفصل. يمكن صح كلامها, أنا نص فلسطيني, في بلوجر نصها عراقي نصها مصري نصها سعودي, لكن شنو الموضوع؟ يعني ما فهمت what's the topic. هل اني انا احمل جنسية معينة او ان انا من فصل او نسب او حسب معين يجعل مني فاشينيستا او شخصية مشهورة افضل؟ يعني هل اني انا والله كويتية راح تجي دعايات اكثر؟ طبعا لا. اذا حقول والله لان لا عشان وايد نحسبوا على الكويت وما يمثلون الكويت, ما في ولا فاشينيستا كويتية حاطة حتى في البايو ان هي كويتية او انها تمثل الكويت او انها تمثل مجتمع معين او طبقة معينة او فئة معينة من الناس, لان كل شخص يمثل نفسه. فما يصير انا اطعن بانساب الاخرين عشان اثبت وجهة نظر معينة, ما ادري, هذا رأي صراحة. مفروض سوشيال ميديا عصر تقدم وعصر تقبلنا للآخرين مهما اختلفوا عنا, مفروض انه عصر شوية تنقرض فيه العنصرية, ولكن اللي قاعد اشوف ان احنا كل ما نرجع ورا باعتقاداتنا وبتخلفنا الفكري. يا حاجة قلبي وانت مانا انا عمري ما قلت لأ بيتك ما تركناك يا عم نغني يا خوفي تنساني حبيسني برات تركني سهراني انا حبيتك حبيتك انا حبيتك حبيتك لبنان رح يرجع والحق ما بيموت والشمس رح تطلع زي السما بيروت.